قولي ورا يا اخت خلود. اني استخرت الله العظيم على ان ازوجك نفسي وبنفسي على كتاب الله وسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم وعلى الصداق المسمى بيننا آجله وعاجله والشهود حضور على ذلك والله خير شاهدا ووكيل ها قول ورايا شيخ حسن. إني استخرت الله العظيم وقبلت الزواج منك على كتاب الله وسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم وعلى الصداق المسمى بيننا آجله وعاجله والحضور شهود على ذلك والله خير شاهدا ووكيل ألف مبروك. الله يبارك فيك. تفضلي لو سمحتي من هنا. أمزي فين؟ تفضلي. توقيعك يا شيخ. ألف مبروك. تفضلوا يا جماعة، ده رز بلبن من اللي وصى عليه لقمان. تفضل. تفضل يا مولانا. تسلم إيدك من يد الأعدام. بسم الله الرحمن الرحيم. بقول يا شيخ حسن، نستأذنك بقى. طيب استناني يا مولانا، أنا جاي معاك. تحت أمرك. السلام عليكم. اتفضل. ألف مبروك يا سيدي. الله يبارك فيك يا رب. معلش يا حبيبتي، أنا هنزل أوصله عشان أنا منزله من بيته وهو تعبان، مش هتأخر. الحمد لله الذي تتم بنعمته الصالحات، فلندعو لهما جميعا. اللهم بارك لهما. آمين. اللهم بارك عليهما. آمين. اللهم اجمع بينهما في الحلال. آمين. ألف مبروك يا عروسة. الله يبارك فيك. ألف مبروك يا شيخ حسن. الله يبارك فيك يا مولانا، وتتفضلوا. إيه ده يا شيخ حسن؟ رز بلبن برضو من اللي وصى عليه لقمان؟ لا المرة دي عاشور. وماله يا سيدي؟ كلها نعم ربنا. بقولك يا شيخ حسن، أنا عايزك تعدل ما بين العاشورة وبين الرز أبو لبن، يعني معلقة من هنا ومعلقة من هنا، مش معلقة من هنا ومغرفة من هناك. والله دمك زي العسل. طيب أستأذن أنا بقى. طب استناني يا مولانا، أنا هنزل أوصل حضرتك. السلام عليكم. وعليكم السلام. توصل مين بقى يا حسن؟ بقول لك الراجل نازل مخصوص عشان يكتب لنا، فمش معقولة يعني أسيبه يروح لوحده. نازل مخصوص إيه؟ ما هو يروح لوحده، يعني معقولة توصله وتسيبني أنا؟ مسافة السكة وراجع، بعدين إحنا اتجوزنا قبل كده، أنت ليه بتتعاملي يعني على أساس إن هي ليلة الدخلة؟ أنا مش فاهمة يعني اللي أنت بتعمله ده اسمه إيه؟ ده اسمه ذوق وواجب. الراجل جالنا مخصوص من آخر الدنيا. جاي من آخر الدنيا يعني؟ جاي مسافر تقوم تنزل تسيب عروستك يوم فرحك؟ بيان، بعد العيد ما يتفتلش كحك. ايه ده يعني ايه؟ يعني ايه الكلام ده يا حسن؟ يعني احنا اتجوزنا قبل كده، وده بس اشهار وتعليق الجواب، فتصرفي عادي يعني وما تقوليش ان ده يوم جوازنا كده يا حسن. ما تزعليش يا قلب حسن، انا هنزل بقى عشان الناس مستنيه تحت، ولا ترضي يقول على جوزك قليل ذوق؟ لا طبعا كلك ذوق. حسن انت بتلبس؟ اه. ده لبس خروج؟ ايوه. مش مصدقك يا حسن، سايبني وخارج بعد اول يومين جواز؟ يا حبيبتي لازم تعرفي في الاول ان احنا مش متجوزين جواز تقليدي، عشان تقعدي تقولي لي بقالنا يومين وازاي تنزل والكلام ده. ثانيا يا روح قلبي، انت متجوزه راجل داعيه، يعني زي الدكتور، ماليش مواعيد شغل. يعني ايه؟ يعني انا مش ملكك لوحدك ولا بتاعك لوحدك، انا بتاع ربنا. وربنا بقى قالك تسيب مراتك في نص الليل؟ ربنا قال للزوجة إن هي تطيع جوزها، عشان طاعتك ليا هي اللي هتدخلك الجنة في الآخرة. أنا عايزة أدخل جنتك في الدنيا قبل ما أدخل جنة ربنا في الآخرة يا حسن. يعني إيه يا خوخة؟ أنا عايزة أتهنى بيك يا حسن. خوخة لازم تعرفي كويس إن أنا متجوز الدعوة. وأنا ماليش دعوة، أنا مراتك وليا حق عليك. طيب أنا نازل دلوقتي، عايزة حاجة؟ نازل رايح فين؟ نازل عندي درس. درس الساعة 11 بالليل يا مولانا؟ آه 11 بالليل، بعد قيام الليل والتهجد. السلام عليكم.
الطبخة. انت ايه اللي جابك هنا؟ ايه؟ بتعمل ايه هنا يا شيخ حسن؟ بتدي درس الدين ولا معتكف في شقة مفروشة؟ انزلي انت دلوقتي وانا هحصلك وافهمك على كل حاجة. طب مش تقولي اتفضلي؟ مش اكرام الضيف واجب برضو ولا ايه؟ انا مش ضيفة، ده انا مراتك. اوعى ما تهدي شوية ووطي صوتك. ليه؟ وطي صوتي ليه؟ خايف من ايه؟ احنا اتفقنا ان الجواز ده يفضل سر، وانت كده هتخلي الجيران تعرف. جيران؟ انا هخلي الدنيا كلها تسمع، انا هفضحك في كل حته. يا خوخة استهدي بالله ويلا ننزل وانا هحكي لك على كل اللي انت عايزاه. لا ننزل فين؟ انا عندي كلام كتير قوي عايزه اقوله. اصلي عايزه افتوى النبي يا شيخ حسن، هو ايه بقى حكم الدين في عقاب الشيخ الزاني؟ تصدق ان انا مش هرد عليكي، لان الكلام ده ما يتردش عليه اصلا. الظاهر ان انت اتجننتي. تصدق ان انت خساره حتى تف في وشك. فين الجربوعه بتاعتك؟ فين الجربوعة الزبالة بتاعتك؟ هي فين؟ ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده؟ انت بتعلي صوتك كده ليه؟ انت مش عارفة ان البيت ده ليه اصوله؟ اصول؟ اصول يا عرة يا زبالة يا المامة. قلتلك ما تهدي بقى يا خوخة وانا هفهمك على كل حاجة. فهمني ايه؟ ما فهمت خلاص. فهمت هي ضربة تحجيبة وقاعدة على المكتب وانت ضرب السبحة والدقن وكذب في كذب في كذب. احترمي نفسك وشوفي انت بتكلمي مين. انا مش راضية ارد عليك عشان حسنتي واقف. حسنتي؟ باسمك حسنتي يا عيرة الرجالة. اسكتي انت يا بيان، وانت بقى انا هفهمك على كل حاجة واحنا مروحين. ايه؟ تروحي يا حبيبي واحنا لسه قعدنا مع بعض زي كل مرة. كل مرة؟ انت بتاخدني بقالك قد ايه يا حسن؟ بيان قلتلك بطلي استفزاز بقى. الله، ليه يا حسن؟ ليه يا حسن انا قصرت معاك في ايه؟ دي يا حسن؟ ليه؟ ده انا حبيتك واديتك كل حاجة، كل حاجة يا حسن، اديتك كل حاجة، كل حاجة. يا جماعة بس كده عيب ما يصحش. ما يصحش؟ وهو ده اللي صح؟ هو ده اللي صح يا شيخ بتاع ربنا اللي ما بتعرفش ربنا؟ بت اطلعي بره بسرعة بدل ما اعرفك مقامك ورجعك لأصلك الواطي. واطي؟ واطي يا بنت الواطية؟ والنبي أوريكي. تعالي هنا يلا. النهار اسود، انتي قتلتيها. هيتأخر ولا ايه؟ الغايب حجته معاه، انا عماله اتصل بيه بس محدش بيرد عليا، مش عارفه اوصل له. بس يعني الشيخ حسن بالذات مواعيده مظبوطه، فاذا هو ما اتصلش واعتذر اذا ان شاء الله بحول الله وقوته جاي ان شاء الله. يا موسى ان شاء الله. الحقوا يا جماعه، شوفوا اللي حصل. ايه؟ في ايه خير؟ قبضوا على الشيخ حسن في شقه مشبوهه بعمايين. يا لهوي. القبض على الشيخ حسن الامير في شقه مشبوهه مع سكرتيرته الحسناء بيان محمود عبد اللطيف من قبل زوجته خلود شوقي زينهم. هذا وقد اكد شهود عيان الذين راوا الحادث ومن بينهم جار المجني عليها سامي عوض ان خلود زوجه الشيخ حسن همت بمهاجمه المدعوه بيان وكانت تريد قتلها واحدثت بها جرح خطير بالراس، نقلت على أثره إلى المستشفى في حالة حرجة وجار التحقيق. أنا مش مصدقة إن الشيخ حسن يعمل كده. أكيد الكلام ده كله كده. كدب إيه؟ ما الكلام قدامي والصورة أهي. ما تقولي حاجة يا شيخة تقع. هقول إيه؟ هقول إيه؟ لله الأمر من قبل ومن بعد. قلتوا بينا يا رب. بس يا جماعة أنا عايزة أقول لكم الشيخ حسن بريء. الشيخ حسن متزوج بيان على سنة الله ورسوله، بس هو كان مخبي يعني. طب ويا خلود بتعمل فيها ليه كده؟ ما هو الشيخ حسن برضو كان متزوج من خلود، بس برضو ما كانش قايل، وخلود ما تعرفش ان هو متجوز بيان. غير الدولار بقى. قلت بيه يا رب، قلت بيه وبينا يا رب. ربنا يستر عليك يا شيخ حسن.